وعد بالدفع باللاعبين الصغار في الأكاديمية مونير، وشفنا ساندرو، ولكن هنا ميسي يصنع التاريخ إلى نيمار، وهي الأولانية، هي الأولانية أدي أمامنا ميسي نيمار يقول له شكرا لنيمار على ما فعلته معي، ويهديه هذه التمريرة وهدف في الدقيقة 7 للنجم نيمار أمامنا هو في أفضل حالاته، القوة الهجومية الكبيرة اللي بيسجل في الشامبيونز ليج الهدف السابع ليه، لكن التاني هذا الموسم بعد ما سجل في مرمى باريس سان جيرمان ومسجل 8 أهداف في الدوري هذا الموسم. هذه أمامنا السعادة والفرحة الكبيرة للنجم نيمار اللي سجل هدفين حتى الآن في 3 لقاءات، هدف لنيمار. لكن شوف البداية، شوف الجملة، شوف الهجمة الجميلة، ادي راكيتيتش لميسي الى بيدرو، شوف الرباع اللي عمل الهجمة، وبص شوف ميسي عملها اسيست رائع، حريرية حريرية حارس المرمى سيليسن حارس مرمى هولندا امام اسبانيا في لقاء 5-1 لهولندا، يتلقى في شباكه اول اهداف عن طريق النجم البرازيلي. فازوا بالتشامبيونز ليج في 4 مناسبات فريق نادي اياكس، منهم 3 مرات من ايطاليا من 73 وايضا 95، والهدف الثاني يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا ميسي. ادي امامنا الكره الملعوبه من انيستا باختراق حلو قوي، ميسي يدخل في العمق ويعدي من نيك فيلد ايفر امامنا اهو، وميسي يقترب وميسي ياتي بهدفه رقم 69 في التشامبيونز ليج، والهدف الجميل لميسي، لكن تمريره رائعه رائعة رائعة من جانب النجم انيستا. الحقيقة تمريرة حرارية، ميسي يصنع ونيمار يسجل في الدقيقة 7، وانيستا يصنع وميسي يسجل في هذه اللقطة. شوف هنا التمريرة، ماسكرانو سلم سريع وعلى طول انيستا السريع واللي في العمق رايحة حلوة قوي، حاول عليها سيليسن، ولكن يا سلام عليك يا ميسي، يا سلام على الأسطورة، الأسطورة ميسي يقترب رويدا رويدا من راؤول جونزاليس بلانكو نجم ريال مدريد اللي عنده 71 هدف في الشامبيونز ليج، يعادل كده رقم رونالدو 69 هدف. رونالدو كان ارتفع يعني بشكل كبير بعد ما سجل العام الماضي 17 هدف في اطار تشامبيونز ليج كرقم قياسي وكهداف تشامبيونز ليج العام الماضي مع للدسمه اللقب العاشر لريال مدريد. لكن لم يخسر نادي برشلونه في اللقاءات السبعه مع الانديه الهولنديه، ونادي اياكس لم يفز على انديه اسبانيا في اللقاءات السبعه الاخيره، خسر 6 وتعادل في لقاء، ويعني طبعا الفوز الوحيد ليه كان في الاعوام الاخيره كان على اتلتيكو مدريد 97، وادي عملنا هنا فرصه ومحاوله، وادي ملك وفرصه هدف ويسجل ويسجل يسجل هنا في هذه اللحظات، يسجل اللاعب اللي امامنا اهو اللاعب انور الغازي الهدف الوحيد لفريق نادي اياكس في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 88 اهو بيحاولوا، وادي فرحه جماهير اياكس بهذا الهدف امامنا اهو، ادي انور الغازي. لكن هنا بقى الخطا الدفاعي والفرصه اللي كانت بقى للاعب اللي امامنا اهو اللاعب ملك، شوف الهجمه هنا كره من العمق اتقطعت، بارترا وصراع على الكرة، وادي اللاعب ملك يسدد ترتد الكرة يطلع الحارس شتيجن، ولكن هنا بقى الكرة تتحول وهدف عن طريق اللاعب اللي امامنا هو انور الغازي اللي هدف 4 اهداف في الثلاث لقاءات اللي لعبها، وامامنا هنا هجمه ومحاوله ساندرو، هل يسجل البارسا ويعزز النتيجه بثلاثه ثلاثه 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 1 لصالح البارسا. ادي ساندرو راميرس امامنا الورقه الرابحه اللي بيدفع بيها امامنا دائما كبديل في كل اللقاءات، واللي سجل في مرمى فياريال وفي مرمى ليفنتي يؤكد بان البارسا زي ما قلنا الحاضر والمستقبل. النجم تشافي لم يشارك اليوم لكن دائما وابدا يدعم ب يعني مسانده، وامامنا هنا اللاعبين والهدف ياتي في الدقيقه 4 من الوقت المحتسب بدل الضائع، 3 نقاط للبارسا. بص شوف الهجمه اتعملت حلوه قوي من اللاعب رافينيا، وادي امامنا هنا ساندرو راميرس يملك الشخصيه يلعب في فريق يضم ميسي ونيمار، يكتسب الخبره يكتسب الثقه يتقلد هنا في